أتحداك ألا يقشعر جسمك عند مشاهدة هذه الأهداف. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. في عالم كرة القدم تسجل الكثير من الأهداف الرائعة والمميزة، ولكننا في هذا الفيديو سنجلب لكم بعض الأهداف الحاسمة والتي بالطبع حسمت بطولات كبرى وتتويجات للمنتخبات والفرق، لذا سنشاهد أهدافا تقشعر لها الأبدان عند مشاهدتها. لنبدأ. هذا الهدف الرائع سجله كريستيانو رونالدو في عام 2011 في بطولة كوبا دي ري ضد برشلونة بعد تمريرة رائعة ومتقنة من دي ماريا. هذا الهدف جعل ريال مدريد يتوج بهذه البطولة. في نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وفريق مانشستر يونايتد، تابعوا كيف قلب مانشستر يونايتد النتيجة في آخر دقائق من المباراة بعد أن كان خاسرا طوال المباراة بنتيجة 1-0. هذا النهائي كان عام 1999. في نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2020 لنتابع الهدف الذي توج بايرن ميونخ بالبطولة، وكان من نصيب اللاعب كينغسلي كومان والذي سجله برأسية رائعة للغاية. هذا الهدف الرائع في نهائي بطولة الرابطة الإنجليزية لكرة القدم للمحترفين، وكان من نصيب تيلمانس لاعب ليستر سيتي والذي سجله بتسديدة ولا أروع في الزاوية 90 في شباك فريق تشيلسي. هنا في نهائي اليورو لعام 2002 بين إسبانيا وألمانيا، تابعوا هدف فرناندو توريس والذي جلب البطولة للمنتخب الإسباني. لنتابع كيف وصلته الكرة وسبق فيليب لام ورفعها من فوق الحارس هدفا ولا أروع. في نهائي أبطال أوروبا 2013 بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، تابعوا كيف وصلت الكرة بعد أن ضربها لاعب بايرن بالكعب ليأخذها أريان روبن ويسجلها في شباك فريق بروسيا دورتموند ليعلن تتويج بايرن ميونخ ببطولة دوري الأبطال. في عام 2012 وبينما كان بايرن ميونخ منتصرا في هذه المباراة ضد تشيلسي في النهائي، أتى دروغبا برأسية رائعة عدل بها النتيجة والتي وضعها في الزاوية 90 على يسار مانويل نوير، لتنقلب بعد ذلك المباراة إلى ركلات ترجيحية ويتوج تشيلسي بتلك البطولة. في نهائي اليورو لعام 2004 لنتابع هنا كيف تمكن هذا اللاعب من رأسية رائعة بتسجيل هدف وضمان الفوز لمنتخب فريقه وحرمان المنتخب البرتغالي من التتويج في هذه البطولة. هذا الهدف الذي يستحيل أن ينساه عشاق ريال مدريد على مدار سنوات بل وقرون، هدف سيرخيو راموس برأسية متقنة
والتي أعادت الأمل لريال مدريد، والذي وقتها فاز بالعاشرة في بطولة دوري أبطال أوروبا. هذا الهدف الرائع كان من نصيب بيليتي لاعب برشلونة، والذي سجله في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006 ضد أرسنال ليضمن تتويج برشلونة في تلك البطولة. في نهائي اليورو 2016 بين فرنسا والبرتغال لنتابع هدف اللاعب إيدير، والذي سجله بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ضمن بها تتويج المنتخب البرتغالي ببطولة اليورو 2016. في نهائي أبطال أوروبا 2021 بين تشيلسي ومانشستر سيتي يمكنكم أن تتابعوا كاي هافرتز وكيف تقدم بانفراد بعد أن وصلته هذه الكرة، وراوغ حارس مانشستر سيتي ووضع الكرة في الشباك ليتوج تشيلسي ببطولة دوري أبطال أوروبا. هدف أنخيل دي ماريا أمام المنتخب البرازيلي في نهائي كوبا أمريكا، والذي منح التفوق والتتويج للمنتخب الأرجنتيني. لنتابع معا هذا الهدف الرائع والإبداعي من اللاعب دي ماريا. في نهائي كأس العالم 2010 يمكنكم أن تشاهدوا هدف أندريس إنييستا، والذي حامل التتويج للمنتخب الإسباني. فبعد أن ارتدت الكرة من الدفاع قام فابريغاس بإعطائها إلى إنييستا، الذي بدوره وضع الكرة بالشباك معلنا تتويج المنتخب الإسباني. في نهائي أبطال أوروبا لعام 2022 لنتابع هدف فينيسيوس جونيور الوحيد في المباراة، والذي حامل تتويج ريال مدريد بالبطولة 14 في دوري أبطال أوروبا. هدف ماريو غوتسي أمام المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم يمكنكم أن تشاهدوا كيف وصلت إليه الكرة ليقوم بترويضها على الصدر، ثم يضعها على يسار الحارس ويعلن تتويج ألمانيا بلقب كأس العالم. هذا الهدف كان لزين الدين زيدان عام 2002 في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باير ليفركوزن. تابعوا كيف وصلت إليه الكرة ليسددها على الطائر ويحرز هذا الهدف المميز. في هذه المباراة بين مانشستر سيتي وفريق كوينز بارك رينجرز تقدم ألكون أغويرو بعد أن استلم هذه الكرة ووضعها في الشباك ليعلن بهذا الهدف الوحيد تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري عام 2012. فتابعوا كيف اهتزت هذه المدرجات مع هذا الهدف للكون أغويرو. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.